اخترت في هذه الرحلة القرائية اليومية الجديدة كتاباً عنوانه هاشم الرفاعي أسطورة الشعر والشهادة لمؤلفه الأستاذ زهير جمجوم، وهو يتحدث عن شاعر يلفه الغموض، شاعر استطاع أن يلفت إليه الأنظار ويحصل على أنصع الجوائز في أيامه ولم يبلغ 24 من عمره، وهي السن التي توقف عندها عمره مقتولا. لم يجد الباحث من أخبار الشاعر هاشم الرفاعي ما يجلو سيرته ويوضح الغموض الذي يكتنفه، ولذلك كما يقول فقد عاد إلى ديوانه الذي يقع في 540 صفحة، وأبحر معه في رحلة غوص مضنية تمكن خلالها من كشف كثير من القضايا المحيرة في حياة الرفاعي وشعره، والذي تنوع ما بين الوطني وشعر الطبيعة وأيام الصبا في بلدته أنشاص الرمل وغيرها من الميادين الشعرية الأخرى. ورغم أغراضه الشعرية المتفرعة إلا أن شعره في مجمله جاء مصبوغا بالدعوة إلى الإسلام وتذكير الشباب بتاريخ الإسلام والعرب، فأشعاره الوطنية لا تخلو من ذلك، وكذلك أشعاره التي يدعو فيها إلى الوحدة العربية، وأشعار المناسبات الدينية كلها لا تكاد تخلو من الدعوة إلى إحياء الإسلام وتعاليمه في وجدان الشباب. يقول متطلعا إلى الغد المأمول للإسلام: إنا نريد من التقدم قسطنا، ونريد للإسلام أن يتحرر، ونريد أن نسقى الفنون رفيعة تجدي وليس طلسما متحجرا. إنه يستخدم هنا ألفاظا تدعو إلى التجديد والتطور من خلال استيعاب متحضر للإسلام يحافظ على أصوله ويرتقي بأهله في كل الميادين، ويركز على التزود بالفنون التي ترتقي بالإنسان. كان للبيئة التي عاش فيها الرفاعي أثر بالغ عليه وعلى تجربته الشعرية، فنراه متأثرا بكل ما أحاط به ويشرع في الكتابة فيه، فيصف الريف وجماله وأجواءه الساحرة معبرا عن ذلك أصدق وأجمل ما يكون تعبير الشاعر. يعكس شعر هاشم الرفاعي في هذا الميدان مقولة أن الشاعر أكثر الناس التصاقا بالأرض، فقد عبر عما يجول في خاطره ويمر في قلبه تجاه طبيعة الريف حيث عاش، فتغدو جداول مائها وتغريد طيورها وانبساق أغصانها وضياء شمسها، وتلك المساحات الشاسعة الخضراء من أرضها تغدو جزءا لا يتجزأ من نفسه ووجدانه، وهاشم من هؤلاء الذين تأثروا بهذه البيئة المصرية النقية. هنالك في ربوع الريف حيث منازل الأهل، وحيث خمائل الصفصاف والجميز والنخل، وحيث القوم قد عاشوا بلا حقد ولا ختل، وأطفال على الطرقات في ثوب الصبا الغض، تخالهم وقد ساروا ملائكة على الأرض. ولهاشم الرفاعي نتاج شعري في مجال السيرة النبوية نبغ فيه، فكتب 9 قصائد بدءا من عام 1948 ولمدة 6 سنوات، وهو ابن 13 بقصيدة نهج البردة. وله في الشكوى ورثاء النفس شعر قوي البنيان محكم السبك، ومن ذلك قوله بعد وصف ألوان المسرات: قريبا تظلم الدنيا وتمضي بهجة العمر، وأيضا بعد أن يتذكر الأيام الجميلة يعود فيقول: هي الأيام لا تبقي عزيزا وساعات السرور بها قليلة، إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتقب يوما أفولا. أما أشهر قصائد هاشم الرفاعي على الإطلاق فهي قصيدته رسالة في ليلة التنفيذ،
والتي يتحدث فيها عن شهيد سجين ينتظر إعدامه. ويمر في هذه الليلة بمراحل انفعالية مختلفة تصل ذروتها حينما يردد اسم أبيه في كل بيت من أبيات هذه القصيدة الرائعة. حصل هاشم الرفاعي بهذه القصيدة على الجائزة الأولى في مهرجان الشعر العربي الأول في دمشق عام 1959، وقتل في العام نفسه ليكون مصرعه ترجمة مأساوية لرسالته التي يرثي فيها نفسه. يقول: أبتاه، ماذا قد يخط بناني؟ والحبل والجلاد منتظراني. هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة صخرية الجدران. لم تبق إلا ليلة أحيا بها، وأحس أن ظلامها أكفاني. ستمر يا أبتاه، لست أشك في هذا، وتحمل بعدها جثماني. الليل من حولي هدوء قاتل، والذكريات تمور في وجداني، ويهدني ألمي، فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. والنفس بين جوانحي شفافة، دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله، ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. وهي قصيدة طويلة ألهمت الجماهير العريضة روح الحماسة ضد أي طغيان، وكانت نابعة من نفس مؤمنة تصور المعاني السامية، فأصبحت القصيدة ملء السمع والبصر في كل مكان غابت عنه الحرية. أقرأ هنا بعض أبياتها. يقول الرفاعي: أنا لا أريدك أن تعيش محطما، يخاطب أباه، أنا لا أريدك أن تعيش محطما في زحمة الآلام والأشجان. إن ابنك المصفود في أغلاله قد سيق نحو الموت غير مدان. فاذكر حكايات بأيام الصبا قد قلتها لي عن هوى الأوطان. هذا الذي سطرته لك يا أبي بعض الذي يجري بفكر عاني، لكن إذا انتصر الضياء ومزقت بيد الجموع شريعة القرصان، فلسوف يذكرني ويكبر همتي من كان في بلدي حليف هواني. وإلى بقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان. هذا الكتاب حاول الإلمام بكل ما أحاط بحياة هاشم الرفاعي وشعره، واجتهد الباحث في سبيل ذلك، فأخرج هذا الكتاب الذي قسمه إلى 3 فصول، مر فيها على الأغراض الشعرية التي طرقها الشاعر، ودرس الالتزام في شعره من النواحي الوطنية والقومية والدينية والإنسانية، ثم ركز على الجوانب الفنية في كتابة القصيدة. كتاب هاشم الرفاعي، أسطورة الشعر والشهادة، المؤلف زهير جمجوم، من إصدارات دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.